اهلين عمي اهلين اهلين، بس ما تكون مرت عمي بدي اشرحك المكتب مره ثانيه. اضرب اضرب كثير. رفيف موجوده؟ فايقه نايمه؟ لا والله نايمه، بس اذا في ضروره بفيق لك يا في شيء. ايه طبعا طبعا في ضروره بدي اشوفها. خير عمي؟ والله شغلت لي بالي. لا 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 ينشغل بالك، موضوع عائلي بسيط، انت لا تنشغل فينا، البس ثيابك وروح على مدرستك. ولو له يا عمي، مو انا من العيله هلا صرت غريب ولا شايفني مو قد المقام؟ لا 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 مو هيك القصد، ولو انت طبعا من العيله، بس انا بدي رفيف. ايه على راحتك، رح فيق لك رفيف عمي، تفضل فوت على الصاله. اياك يحكي معك بموضوع عائلي صغير، الظاهر انه رايه فيه لساته مثل ما هو. ايه علينا شو بده؟ يا الله بقلو شو بدي اشوفه، شو بدي اقول له؟ احكي مع ماما ولا ما احكي؟ قولي له هذا المتخلف صار صهره، وهي الفوارق عيب، ما حلوه منه هو بالتحديد، عيب عليه. انا بشو انت بشو هلا؟ الحقي هو بده صباح الخير بابا. زيارة عادية ولا كمان في حدا بده يشرحك المكتب؟ بابا الأمر خطير خطير كتير، بس هذا الكلام خليه بيني وبينك، في حدا بده يسرق مستقبلي السياسي. أنا مستقبل؟ لا مين هالحدا قصدي؟ أنا مستقبل؟ حتى أنت يا رفيف؟ لا ما قصدي والله كلمة بتنقال هيك يعني. لا 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 هاي الكلمة في وراها شي كتير. ما في وراها شي. المهم بابا انت كيفك؟ يعني متضايق لحتى هيك جاي تزورنا بهالوقت؟ يا بابا انا ما بتهمني المنافسة اطلاقا، ولا بتهمني انه واحد يكون في عنده طموح انه يكون مثلي، لا انا اللي بضايقني هو السلبطة والطموح الفاضي. طبعا السياسة ما هي لعبة، السياسة شيء مهم شيء مهم، وخاصة لما بيكون الإنسان عضو في مجلس الشعب، هذا بيعني بأنه هو يمثل الشعب، يمثل طموح الشعب ويدافع عن الشعب. هاي مسألة مو لعبة إطلاقا، هاي المسألة مو خياطة وتفصيل ثياب أو وحدة تافهة عم تكتب مقالة تافهة في مجلة تافهة، أو مثل أمك اللي ما عندها لا شغلة ولا عملة وبدها تتسلى. في النهاية أنا ماني خايف أنه حدا يشوه لي مواقفي السياسية أو أنه يلطس لي أفكاري، لا 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 هذا كلام مستحيل. تعرفي ليش يا بابا؟ ليش؟ لأنه أنا موقفي السياسي واضح وكل الناس بيعرفوه، واللي بده يزوره الناس بيكشفوه وبيكشفوه بسرعة. أنت عشو عم تحكي؟ أنا كنت جاي أقلك أنه تفهمي أمك أنه الشيء اللي عم تعمله فيه خربان بيوت، لا تدخل الصراع السياسي على البيت ولا تخلي الناس يستغلوا هبلتها. ماما هلا فهمت عليكي، يبدو انك انت كمان منشقه للطرف الاخر. انا فهمت هذا الكلام لما قلتي لي كلمه مستقبل شو، فهمت عليكي. شوفي بابا افهمي، انا نديم العلمي اللي ما بتمر علي هيك مكائد نسائيه، هذا الكلام فهميه لزعيمه المؤامره تبعكم. بابا استنى، ما انك فهمان شيء؟ لا 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 ابدا، انا فهمان كل شيء. اوعى حدا من بيناتكم يقرب على مكتبي. لا بابا انت فهمان غلط. فهمان غلط، انت تركت الصح الكل. بابا خير رفيق، شو صاير؟ شو في؟ ما بعرف شو صاير، بس اللي صاير مو مزح ابدا. مع مين رح تحكي؟ بدي احكي مع امي اشوف شو بدنا نساوي. كثير معصب بابا. الو ماما فيقتك من النوم؟